تقول وين ابوي وين ابوي وين ابوي القال يوم وين. يلا 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 ما دام وصلت شوف كم باب الليل انا بنطرق من ابواب الحبائج. وين ابوي القال يوم وين ونجيك وين ابوي القال الاكبر يعتنيك. يا يما لا حصلت بدي لا هاي ولا هذي بعد بعد. ويلي انا جوعده انا جوعده انا جوعده وعيني على البار على الباب يهب الهوى بي ولبالي الاحمر. يهب الهوى ولبالي الأحباب. بينما تسكت فاطمة العليلة وتسكت عبيد الله وذاك اليوم وإذا بها تسمع صوتا منادي يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم. يا أهل يثرب 57 سنة 60 سنة المدينة اسمها مدينة ما حد منادي يثرب. هذا وش عنده اللي يقول يا أهل يثرب ما يقول يا أهل المدينة. بطلت الباب شافت العالم تهرول هناك وتشوف راية سودة وترفرف بين أهل المدينة وإلى أين يقولون يا جماعة هل اللي دخل بيد الخبر يقول الخبر عن قبر رسول الله ما أخبركم إلا عن قبر النبي. قامت بسرعة حطت عبايتها على رأسها شالت عبيد الله على كتفها وقامت تهرول وصلت متأخرة. ليش؟ لأن بشر أول ما وصل وأهل المدينة دارة قالوا له يا بشر خبرنا وش صاير. قال قتل الحسين وبدمعي قتل الحسين وبدمعي مدرار. إيه بارك الله فيك. ها 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 الجسم منه بكربلاء مضرجان والرأس منه على القناب يدار. مرة واحدة وإذا بصوت يشق الصفوف لكن حرمة مكسورة خاطر عربية عربية شو تقول يا ناس بالله دف رجولة يا ناس بالله دف رجولة خلوه ينزل عن ذله. ليش أنا بسايلة واستمع قاله يوم التقى وذولي بذول. يعني منه يعني منه ها وصل لك الخبر. انا بسايله واستمع قاله يوم التقى وذولي بذوله عباس راح الزود يوم فسحول هالطريق الناس يحترمونها يقدرونها جاي تقول من هذا الذي فجعني بحبيبي. انت اللي جاي اسألك حسيني شلونه حسيني شلونه. يقول انا سألت قلت هالحرمة منو قالوا ما تعرفها بشر. لا والله ما اعرفها خبروني من تكون. قالوا البشر دير بالك دير بالك دير بالك هذه ام البنين هذه ام فاضل هذه عندها 4 راحة وبكربلة. قل أولا الولد الواحد يكسر الظهر 4 الله يساعدك يا أم البنين. قالت لي سولف لي عن الحسين
يقول أنا جيت أخفف عليها المصيبة، لكن بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر بعون. قالت عون منو ابني؟ أنا ما جيتك أسأل عن عون، أنا جاي أسألك عن أبو علي. خبرني أبو علي. أبو علي حسيني، حسيني لا تسألني عن أولادي، أنا أبي عن أولاد الزهرة، أبي عن ابن الزهرة أسألك. قال له عظم الله لك الأجر بعبد الله. آه عبد الله هم راح، يلا فدوة فدوة. الحسين شلون؟ طمني حسين شلون. عظم الله لك الأجر بجعفر، ما يخالف فدوة. خب يقول شفت هذه ما تتأثر، أسأل أقول ولدك فلان؟ أبدا. تقول حسين 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 حسين، طمني على الحسين. قل لي أبو علي شلونه، لا تقول لي عيالك، عيالي يروحون فدوة، لكن قل لي ولد الزهرة صار عليه. يقول مرة واحدة قلت لها عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة، يم البنين أبو فاضلك هم راح، عباسك هم راح. يقول مرة واحدة اهتدى الكتفها، الولد على ايدها طاح، نزلت راسها قالت وإن كسرت قلبي على ولدي أبا الفضل، لكن أخبرني عن ولدي أبي عبد الله. لما صاح بشر يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، صرخت ونادت وحسين ومصيبته وويعته ويلي. أنا تمنيت عند ابن الولد سبعين سبعين تنجتل كلها ويرجع سالم حسين، تنجتل كلها ويرجع سالم حسين. عاد قام يونون دور مدارها، كل من هذا يقول يا ام عباس الله يعظم اجرك، وذيك يقول لها يا ام البنين عظم الله اجرك. ما جور يا ام عباس، يلا 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 انتهى معظم لها الاجر بسم الله. ما جور يا ام جوابك ما يبرد قلب أم البنين، ارفع ايدك وأشر لها بالأجر. ما جور يا عبا ما صار بياني مثل الكسر زود على الوادي. إيه الليلة كنا ندرى ويا بعض. اسمع اسمع، بشر قاعد يخبرها، قاعد يعزيها أبو فاضل. شي يقول لما وصل لي إفراد، لما وصل يجري بطين حياة يا قال اشرب هات وانا قمر هاشم. يم البنين لا شفت يام ليه يا ابني، ما كنت حاضرة تشوفين. اسمع اسمع، لا شفت يام
سهم الغدار بين عين بعد بعد ومقطع الشاية فين فوق الثرى نايم فوق الثرى فوق الثرى يلا يا ام البنين بشر وين وين زينب وين علي بن الحسين قالوا يا ام البنين زينب دخلت الى دار الحسين وسدت الباب على نفسها الله اكبر الله اكبر يا ام البنين زينب قايله ولا وحده من النساء تمر علي الا ان تكون مفجوعه او رايح لها اخو او رايح لها ولاد هذه تدخل علي تسليني وسليها غير هذا لا لا تدخلون علي انا بقعد بدار الحسين بشبع بواجي على ابو علي زينب قاعدة صور المنظر بعين القلب بسم الله زينب قاعدة اتون وتنوح تقول يا فقد الاحباب والله شموح يا دار الاطياب واذا بام البنين تسرع ويلي اجت ام البنين اجت ام البنين تقوم وتطيح اي وين اهلك يا زين بقامه تصيح هيا يلا ولنا هيا اي وين اهلك يا زين بقامه هيا ويلي 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 وين بدور هاشم والمصابيح طرقة الباب الحريم ما يبطلون الباب الحريم ما يبطلون الباب شلون افتهموا انها هذه ام البنين لانها صاحت صاحت يا ابو علي يا ابو فاضل هني بس ما سمعت زينب صاحت صاحت يا الفواطم بالعجل فكن الباب يا الفواطم بالعجل فكن الباب واستقبل شريكتنا بالمصاب يما هذا ام البنين ونزل الاطياب راحوا لها 14 احساب كلهم بالحرب نفلين الحريم يفهمون انا ايش راح اقول الحين اسمع اسمعني اسمعني الحرمه اذا فاقدت لها عزيز من تدخل العزاء تدري شلون تشوفونها قاعده ما ترفع راس ما تطلع وجهها مو هالشكل والشكل تكون قاعده مدلقه وحاطه عبايتها على وجهها كذي قاعده والشكل هذا اللي ما تعرف صاحبة العزة من تدخل تشوف حريم قاعدات مغطيات راس وكل واحدة مدنقة ما تقدر تتعرف على صاحبة العزة أم البنين اجت تشوف بنات الرسالة كلهم قاعدين تدور وين هي زينب وين وين زينب كلهم يونون كلهم يحنون كلهم يصيحون واويلاه قامت اجت وقعدت عن حرمة اسمع اسمع قامت وقعدت عن حرمة والتفتت حق القعدات قالت يا بنات زينب ما هي وين زينب بنت علي ما اشوفها خبروني وينها اسمع اسمع يقول قعدت بايا يا اتشي وغارق بهمها يا تصيح وين زينب ويا يا 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 يا
هاي هي الزايد ولمها اي والله ولمها اليمج قاعدة ومقبع بم اي والله اليمج قاعدة ومقبع يا ابو عيب يا ذيك الساع ذيك الساع لعد زيانب التفتت وعن حسين بس سألت وسكتت وين حسين خلتيه نجدت تقلها بالطفوف ويا اخوتتم اي تقلها بالطفوف ويا اخوتتم تقلها يا يما بالطفوف تركت الحسين تقلها يا يما اسمع بعدين ابكي على راحتك تقلها يا يما بالطفوف اتركت الحسين وشو عن باقي اهلي ما تسألين تقلها يا زينب كل هلي واهلك والبنين فدوى كان راس حسين يسلم يا يفد وان جان راس حسين يا انت يا سلام مرة وحدة شالت ام البنين راسها شد قول ويلي 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 يا زينب يا زينب سولفيلي شو عباس هذا اللي بقلب أم البنين هذا اللي بقلبها يا زينب سالفيني ايش سوى عباس ويا اخوه حسين قالت عجب الناس يمه يمنته ويسرته والعين والراس بذله الحسين وبحزمة حزم يا بذلهن دون الحسين وبعزمة يا تحيا الزوام تدري اللي يجي من السفر جابوا يا صوغة مشكل أم البنين الطالع زينب قال زينب أنت رجعتي من السفر جايبة حق أمك صوغة يا مو جايبة صوغة قالت لي نعم يمه جايبت لك خوش صوغة لكن ما أعطيك إياها هني هالصوغة فيها ريحة فيها ريحة طيبة وين قومي يمه قومي قومي تعالي وياي قامت ولزمت إيد أم البنين وين نروح قومي وياي يا يمه قومي وياي قومي وياي قومي وياي يا يمه نروح الحجرة العباس قومي وياي يا يمه نروح الحجرة العباس إلك تحفظ سفر عندي ما ودي تشوف الناس دم جفوف أبو فاضل ودم العين دم ولن أم البنين تصيح يا زينب ذبحتيني شنو ولا عون ولا عون الليالي ما أصدني ولا عون دعتني ولا ضمت عندي ولا عون
قضاء حوائجكم باسم أم البنين. عاد قعدت شد قلها تقلها يا زينب ولا جو أنا أم الأربع الراحة ولا جو ولا جايا وعليهم أرض متلمني ولا جايا ويا زينب كم ونوا على الغبر ولا جاءوا لما انقضوا بالغاء يا ضري هي لا تدعوني ولا